السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم وصفه سهله خفيفه بنينه تاع لاكيش. لهذه الوصفه لازم لنا اون بات فايتي، يعني عجينه مورقه، سواء تشريها سواء تكوني خدمتها في الدار. نسحقوا دو فروماج، دو باتي تاع الدجاج، 4 حبات بيض، شويه حليب، شويه ملح، شويه حرور، وشويه فروماج بلون ناتور. ندو ان ريسيبيون اللي غادي نخلطو فيه كاع هاد المكونات. نديرو 4 حبات بيض، نحلوهم، نضربوهم مليح. يعني هاد الوجبة خفيفة تساعدنا في هاد الايام اللي راهي شوية حامية علينا. نزيدو شوية حليب. الحليب نديرو ابوبخي واحد الكاس ونص تاع لاتاي، ما نديروش بلوس باش ما تجيناش خفيفة بزاف. نديرو فيه الملح، نديرو شوية حرور، نخلطو مليح، ونزيدو هادوك لي بورسيون تاعنا تاع فخوماج. انا هنا درت مثلثات، تقدو ديرو دي كاري دو فخوماج ولا ديرو هداك فخوماج شيف، تقطعوها مورسو. ونزيدو دروك 2 مغارف كبار تاع فخوماج بلون ناتور. مهم يكون ناتور باش تستبني هداك لوغو تاع الباتي فلاكيش. نزيدو هداك الباتي تاع الدجاج اللي كنا قطعناه اون بتي مورسو، اي انفان نزيدو دو فروماج غابي. انا زدت هنا دو ليمونتال، نتوما تقدو تزيدو دو شيدار، المهم فروماج غابي. خلطوا مليح ونكبوا هاد الخليط في ام مول، نفرشوا فيه لا بات فايتي. انا ديت ام مول غون باسكو لا بات فايتي تاعي مدوره. ولا كانت عندك عجينه مورقه كاري ولا ريكتانغولير ولا تقدري تبدلي المول على حساب لا فورم تاع لا بات اللي عندك. نحلوها، نسيو اون لادابت لو مول تاعنا، نعطوها اون فورم ونكبوا هذاك الخليط لو ميلونج. Et on essaye de le répartir. يعني نوزعوه على العجينة تاعنا مليح. نحمو لو فور، الكوشة تاعنا نديروها تحمى à 200 degrés. وندخلو لاكيش تاعنا طيب pendant à peu près 30 à 40 minutes. Voilà, بعد ما وجدت لنا لاكيش جات محمرة من تحتها من الفوقة، نشفت لنا très très bien. فوالا دروك غادي نحل معاكم ونوري لكم ان مورسو كيفاش تجي. فوالا كي طابت من الداخل تجي بنينه مع شويه سلطه، وجبه خفيفه في هاد الايام تاع الصيف. فوالا نتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا لي الخبر في لي كومونتير. شهيه طيبه. السلام عليكم، وإلى وصفة أخرى إن شاء الله. سلام.